بسم الله. السلام عليكم اخوتي، كنبلغوا التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج، كنبلغوا التحيه ديالنا من هذه المبارده. كنبلغ التحيه حره اللي كيتضامن معايا واللي كيساندني واللي كيتعاون معايا اخوتي. الله يسهل عليكم جميعا، الله يسهل على اخوتنا اللي في الخارج والدراري مساكن اللي باقين كيطلبوا يعملوا الكوطات ديالهم وباقين مساكن كيسترجعوا الله حتى هما عاودي يسهل عليهم الله. الله يسهل عليهم جميعا ونبغيو الخير للجميع. والقصة ديالنا اليوم اخوتي كنعاودوها باش الشباب يعرف الحياة كيفاش ماشا ويعرف الحياة وما يزربش وما يكونش كيدعي بالقوة وما يكونش كيدعي بالعنف على اساس هذا كيوصل المصير ديالو قبيح. والقصة ديالنا اليوم اخوتي عبرة، ماشي زعما شي حاجة، عبرة باش تعرفوا بنادم كاينة القوة وكاينة المعنى وكاين بزاف الحاجات وبنادم كيضيع في رمشة عين كما كنقولوا بالدارجة. القصة ديالنا اليوم هاد واحد الشاجين داز ومعروف والمغاربة كاملين سامعين عليه وعارفين عليه والقضية وصلت تان دوزيم، داز تان دوزيم في إذاعة ديال المغاربة وعارفين عليه وكتبوا عليه جرائد وبزاف ديال الحالات، هو عبد الرحمن مجينينا من مدينة مكناس. وهاد عبد الرحمن مجينينا من مدينة مكناس كنت في لاسونترال، أنا كنت في السجن في لاسونترال، مني دخلت لاسونترال وضربت واحد المدة تما في لاسونترال والروينات والمشاكل وكذا وما خليت ما عملت، تعرفت مع واحد السيد وهاد السيد هذا مسؤول من قوت كيشوف المشاكل ديالي واحد الطريق كنت غادي فيها ظلم مظلمة واش باش نقول لكم حياة خطيرة قليل اللي كيوصل فيها وما عندك لين توصل، غارق بالحبس عاد بقى تما ولا تموت تما ولا يقتلوك ولا تعمل شي حاجة أخرى، المهم خرج ما عندكش. أغلبية ديال الشجعان بحال هادا، علاش جبنا لكم هاد القصة هادية ديال هاد عبد الرحمن ولد مكناس اللي مكني مجينينا. هو الانسان في الاول كان كيعيطولو المجنون برا، كيفاش المجنون؟ السيد باقي صغير وباقالون وصحيحه وكدا وهادية وسير عاد تا كتعرف سير عاد الدراري مع بعضهم وكذا، كيعيطولو المجنون برا. كيعاود لي هاد السيد هذا الراجل كبير مسيح وكبير على الله سبحانه عز وجل وشاف دوقالون وكان مسربيس مكناس في واحد الوقت، واول دخله اللي عيدخل عليه هذا المجنون اللي مكنا مجينينا اللي عيتعرف في المغرب كامل، اول دخله اللي عيدخل عليه هذا السيد هذا السجن هذا عبد الرحمن مجينينا اللي كان مكني المجنون في الاول وفي التالي ولاو كيعيطوا له مجينينا ولد مكناس. دخل واحد الدخله بسيطه بحال هذا ما على الدبزات والضرب والجرح وكذا وهذيك والخمر، وانت كتعرف صراعات تافهه ما كاين شي حاجه اللي على شي رزاق ولا عمل شي حاجه ولا كيترافيكي ولا بارون ديال المخدرات ولا شي حاجه ولا عامل الفلوس ولا ما كاين والو، صراعات ديال حومه مع حومه وبلاصه مع بلاصه، هذا هو اللي كاين والخمر. دخل السجن شافوا هاد السيد هاد الموظف هذا اللي كنت تعاود انا وياه وكنت ناقص انا وياه ديما كنبقاو على جوينات، وهاد الموظف بيدو مبلي وكنبقاو نتاودو كنعدد الدكة في السيلون وكنجلسو باللي اللي كيجي سيرفيس عاو كنجلسو انا وياه وقديم في السيرفيس، وكنبقاو نجبدو الهضرة على هاد السيد هذا، وهاد السيد هذا راه دار الحق. قال لي انا النهار اللي دخلوا عليا مكناس دخل عليا هاد عبد الرحمن ودخلنا انا واحد الشومبري، وديك الشومبري كان عندي بحال اللي نقولو حنايا ديال الخدامة، علاش كاين اللي كيمشي للكوزينة كاين اللي كيمشي كدا، هو عملتو مع الدراري مع ضرب مع شي أيام تما عملتو مع الدراري اللي كيجفو اللي كيعملو لامبينسا بالحبس اللي كيغسلو الحبس وجفوه بالكرارات والشطاطا والصوابان وكدا، وعملتو معاه وعملتو هو وهذا اللي عايجي عليه من الحبس ومغوت هو وياه، ودابو ساعة دبزات ودابو ساعة مدابز هو وهاد السيد هذا اللي عيوقع له عليه المشكل ولا عايز دقاتلو. والمشكل ديالاش اخوتي
المشكل ديال عبد الرحمن كان سيد صحه وصحيح وكدا، وهادي كما كنقولوا المثل الدارجه، اللي كيدعي بالقوه كيموت بالضعف. النهار اللي دخل السجن وكدا ودي جبر ديك الدراري ولاد بلادو ولاد مكناس، شبر واحد البلاصه مزيانه وجلس فيها، جلس فيها، وملي جات الساعه ديال النعاس ما بغاش ينوض منها، وهي السيد مولاها بحال استكثر ديك البلاصه على السيد اللي مول ديك البلاصه. هاد السيد هاد مول البلاصه هادي وقعت عداوات داب زواويه على هذيك البلاصه، وبلاصه السيد ماشي عبد الرحمن. اذا عبد الرحمن داخل عليها عجبه وصحه عرب وهما ولاد البلاد، داروا بلاصتو كدا وهادي، كيخرجوا يعملوا لها بينسا كيجبوا كدا وهادي، ديما المشاكل والنقير مع بعضهم وكذا. كيعاود لي هاد المسؤول قال لي وهاي داك ضربوا ديك حيه ما تسمع على المشاكل وكذا، كل مره مخرجينهم عطاوهم قتلان لواحد مع كانوا باقيين صغار شويه وكذا وهادي، فرقوهم بقات العداوه. اذا العداوه عاد خرج من الحبس والمشاكل عاد خرج من الحبس ديال عبد الرحمن جنينه اللي مكني في الاول الصغر ديالو المجنون. انسان فعلا كطلع له واحد المشكل كيوقع له كدا وهادي كيولي انسان مجنون. هاد السيد هذا فهمتي دارت كدا ودخل بواحد المشكل، دخل بواحد المشكل خطير. دخل هاديك ضرب واحد المنتف كدا هادي صدق بلا سونترال، انسان ولا معروف في الحباسات وكدا وهادي، الرياضه في الحبس وكدا. اش غادي نقول لكم، انت مول الخير وكدا بقى كيتسيطر داخل السجن. بعض المرات يسري صداع مع المسجون، بعض المرات يسري صداع مع الموظفين. كيعاود لي دابا هاد رئيس هاد الموظف اللي كيعاود لي، ورئيس كبير ومعروف دوغالون ومدوش 30 عام سيرفيس ولا اكثر. يا قلت له السي مصطفى راه هو حنا كنسمعوا الهضره وكدا هادي، قال لي هو هذا هو المشكل ديال عبد الرحمن، ما خلاهاش مزيانه لا مع موظفين لا مع شجانه في لا سونترال في السجن فين كنتعاودوا دابا انا وهاد السيد. قلت له هنايا مات، كيقولوا قتلوه كيقولوا كدا، قال لي لا، قال لي المشكل ديالو ضرب هنا الحبس في قنيطره، ربش الدنيا ترباز عيادك. جا واحد النهار طران طران جاب الله التيسر تصدقوا طلقوه مشى بحالو، ما خلاش مع شي واحد مزيان لا مسؤولين لا كدا، كان كيوقف على الموظفين المشاكل ما خلى معمل. بزاف ديال الخروقات دار في قنيطره في سونترال مع المسؤولين ومع الشجانه، وشجانه قبارين ومدوزين حتى هما، وكاين اللي كان في الاعدام وكاين كلها وفاهم. ابقاو هايداك كرهينو كراهيه داخل السجون، كتعرف شنو كراهيه النجوم والجهد، راه كتوصل المقابر. عبد الرحمن قلنا لكم جابتو طلقوه مشى بحالو، خرج مني خرج مشى بحالو، بقاو السجناء هانية بحال بدا كي بدا كيتنسى صافي. انسان خرج بحالو صافي، ما بقاش معاهم ديك السيد اللي كان كيتخدم معاهم العول، كيتخدم معاهم بزاف ديال المسائل. لا سونترال انتوما عارفين اخوتي، لا سونترال حبس حقيقي، لا سونترال فعلا فيه الميت وحي. لا سونترال جمع المغرب كامل، جميع السجناء المغرب وجميع شي واحد اللي كتعرف دوش شي حاله ماشي مزيانه او شي كذا كاين في لا سونترا في قنيطره. هذا هو السجن اللي كيجمع جميع الكنوز، هو قنيطره. سعدي نعاودكم بقاو السجناء تما. وجابني كنتاود انا واحد السيد ديما كنجلسو مع بعضنا وكذا، وديك السيد كبير وما كبير على الله سبحانه عز وجل، هو ولد كازا معنا بيضاوة عندي معاهم وكذا وهادي. كنجلسو بعض اللقطات وبعض شي بلايص كانوا فيهم القمار وكذا داخل في قنيطرة، كنتلاقى معاهم في وسط ديك البلاصة ديال القمار وكذا على الشمالي الشمالي. بقيت معاهم، بقيت معاهم، تعرف معايا واحد السيد كيعيطولو مصطفى بو عمود. أو الهضرة كدور أخوتي، كتعرف قنيطرة كبيرة، حبس كبير، أكبر حبس في المغرب هي لا سونترال، أخطر حبس. الهضرة كدور وكنسمع أنا كله كيفاش كيدور الهضرة،
وكتسجل وكتعرف شنو واقع. انا ماشي من تطوان وكتعرف في قنيطرة، وقنيطرة اللي ماشي من حسيمة، اللي ماشي من ناظورة، اللي ماشي من وجدة، اللي ماشي من قرسيف، اللي ماشي من اي قنت في المغرب كاين ستاسيون طران. جمع السجناء د المغرب كامل، اكثرية هادوك اللي كنسميوهم حنايا الروفاكس، كران بوسوس كاملين تما، اللي كيدعي كامل واللي عنده مشاكل صحيحة واللي القتالة، وجميع الجنس وجميع الإجرام اللي ما تنواسيه كاين في قنيطرة، مجموعين في قنيطرة. المهم جابتها هيدا ودينا كنتاودو، خرجت الحكاية بدينا كنتاودو حتى خرجنا من الهضرة ديال المجنون، أنا وهاد مصطفى بو عمود. الحمد لله خوتي، هاد السجينة دا هاد مصطفى فايتلو مشكل حتى هو مع هاد مجنينة، انو كان نيب المجنون، قالوا معاه مشاكل وكذا، وهادي كان مجنينة طاغي وكيعاود لي كان طاغي داخل السجن وعامل بزاف ديال المسائل، وبدا كيعاود لي عليه، كيعاود لي عليه على السلبية تاع الحاجة القبيحة، ما عاود ليش عليه شي حاجة مزيانة. هاد مصطفى بو عمود قال لي هو كان كيفتش على الموت وكذا وهادي، وهو هو المهم كيهضر عليه عاد السلبيات علاش عنده مع صداع ومشاكل، وهذا ولد كازا وحتى هو عاود كان محكوم بالغرق، وانسان ماشي كتعرف تبارك الله كيداير، واخا انا جبرتو راجل كبير ماشي وما كبير على الله بحق باقي صحته وكذا وهادي ومعروف، وجبرتهم بزاف مصطفى بو عمود، عبد الرحيم الجيجي، حامد كوفاشا، راشد الهوف، ها هما بيضا هو السوبر ديال بيضا. كم لا تحيه لجميع خواتنا البيضاويين اللي دازوا معايا داخل قنيطرة في السجن ديال قنيطرة وكدا وهادي، وعو عبد الرحيم عبروق والبيضاوي سعيد، وعو بزاف ديال الدراري اللي نسيناهم ولا كذا، وراه رجال ونعمل رجال، وحتى فواسا عاودوا دوزوا معايا عاود الروح ديال فواسا داخل قنيطرة، وكيعرفوا محمد الطبيب وانا كنعرفهم مزيان بحق المعرفه، هم كيعرفوني وكنعرفهم من اي قنتيه من الرباط يا اي بلاصه، تقول له محمد الشامري يقول لك كنعرف. هاد السيد هذا دول المكناس تاع الدراري ديال المكناس، الله زعما راه كيعرفونا وكنعرفوهم والله يذكرهم بخير في هاد النهار هذا. المهم جابت هاد القصه ديال عبد الرحمن الجنين اللي مكني بالمجنون، كيفاش عيوقع له مع هاد الولد هذا اللي عايجي عليه السجن متاخر المطاف ديالو. كيعاود لي ابو عمود مصطفى القصه اللي كانت وقعت مع عبد الرحمن ملي خرج من السجن، هي مع السيد اللي عايجي عليه قاتل السيد، مقطع له الراس ديالو، مقطع له الراس ديال الطبال وعملو في ميكا ودخل به للبار. ايوا هو كيقول والعلم عند الله، هو النيه ديالو بحال ما كانش باغي يقتلوه، وقع صراعات وكذا وهادي، هو النيه ديالو كان عنده الغرض في واحد خور اللي معور له عينه، هو عنده المشكل مع حنفوزه كيقول كان عنده الغرض في هذاك، هذاك يقول هو اللي كان كيوصل الهضره بيناتهم بين عبد الرحمن المجنون مع حنفوزه، هذا اللي كان زعما كيشعل ميتشا بيناتهم، كيوصلنا هذا وكيوصلنا هذا، صدق حصل هاد الولد هذا. السيد ملي قتلوه هزو في ميكازا للبار، كيشرب سربيسة جوج 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 جوج، مني سالا نزل وتقلاها اللي غيخلص، عملوا عليه القارف وترونت القضية في المغرب، وما كاينش اللي ما عرفت هاد الجريمة، وكبرت في المغرب جريمة خطيرة وما عنده ما يتقل فيها، أوصل فيها القضية شي حاجة خطيرة، وبينوهم في الإذاعة، وبينو الأم ديالو بإذن مرة كبيرة كتبكي، هو ما احترمش لا الام ديالو ولا هاد الانسان، بحال اللي نبغي نقولو بالدارجه المجنون هو الحمق. مكني مجنينا هو مني كان صغير كيعيطوا له المجنون. هاد السيد هذا مني دار هاد الجريمه خطيره، ترول الراي العام والدنيا برا وكذا، مقطع راس ديال بنادم دخل بين البار كذا، هادي في الكناس تربجت، عيوصل السيد هذا للاعدام، كيهضر مع الرئيس وكذا هادي وصل الاعدام. شوف واش بنادم اخوتي زرع الخير تجبر الخير، هاد السيد هذا ملي تحكم بالاعدام ما هزاتو عا قنيطره، السجن ديال قنيطره فين كان مفرعن وفين كان عاملها ب 16، لا معاه مسجن
ولا مع مسؤولين ولا مع اي واحد. مني جابوه القنيطره تحلفوا فيه، تحلفوا فيه بزاف ديال الدراري. كما قال لي مصطفى محمود الى باقي بحياه الله يذكره بخير في هذا النار، ولا مات الله يرحمه برحمه الله، وبزاف ديال الناس كانوا قدامين تما مع مصطفى محمود، وتعاونت مع بزاف ديال الدراري على بزاف ديال الحاجات، وقعوا داخل السجن ديال القنيطره. حتى من واحد القصه باقا تعاود واحد الشمالي غيكونوا قتلوا واحد الموظف تما عاود، هادي ما نهضروش عليها، باقي القصه ديالها عاد تجي، باقي التابع ديال القصه هي هاديك. دخلوا عبد الرحمن تما، هادي بقاو صافي شدوا عليه، شدوا عليه بإذا مهدد مع عند الشجنه والمسؤولين جبروها هي هاديك، شدوا عليه يا وليدي، شدوا عليه. بداو الشجنه كيمشيو كيطلعوا عليه من الباب وكذا، كيستهزئوا به وكيقولوا له كلام ماشي مزيان، وكاين اللي كيبقى يبزاق، كاين اللي كيبقى كذا، كيطيحوا له بالكرامه ديالو وكذا. وهادي رجع ورجع قضيه خطيره. واش غنعاود لكم اخوتي، علاش قلت لكم هاد العبره هادي؟ راه شحال من مره بنادم كيخرج المشكل من الحبس، اول دقله كتدخل كتعرف مع ناس، كتصدق كتصارع كتجيب مشكل ديالك كتخرج من الحبس. علاش كنقولوا للشباب الحبس ما يصلح ما يسوى؟ ها عدد الناس خرجت المناتيب من الحبس، العداوات من الحبس، الوساخ من الحبس، تعلمتي حاجه قبيحه داخل السجن واخا ما كنتش تعرفها برا، ما كنتش كتستعرف برا. علاش كنقولوا للشباب ردوا بالكم، وردوا بالكم اخوتي الشباب، حرف ما يصلح ما يسوى. اذا هاد الانسان هذا بقاو كيلصقوا عليه وكيطيحوا له بالكرامه ديالو وكيقولوا له كلام طايح وكذا بالعاني باش يلعبوا له بالدم ديالو، حتى واحد الصباح من الصبحيات كيجبروا السيد معلق دار الكرده وعلق راسو، حكم على راسو بالاعدام بيده. انسان هو هذا اللي كان مسمي المجنون، كان كيعيطوا له السيف المجنون، حتى ولا في الحبس كيعيطوا له مجنينه، وخرجت هاد الكنيه هادي في المغرب كامل مجنينه. هنا كيتسالات القصه د مجنينه، وتسالات القصه د هذوك اللي كانوا حالفين فيه مني دار الكورده لراسو وعدم راسو بيده. وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه، وليلى يا الله محمد رسول الله، هذه قصه العبره باش يعرف بنادم السجن راه ما يصلح ما يسوى، لا الكبير لا الصغير لا المراه لا الراجل لا البنت لا الولد. الحبس راه قبيح، كلمه الحبس راه كتخلع. وشحال من واحد والله ما كيكون كيعرف شي حاجه، كيدخل الحبس كيخرج مع المخدرات مع المصايب كذا كحلا. وسمحوا لنا بزاف اخوتي الشباب، وردوا بالكم على راسكم، وليلى يا الله محمد رسول الله، محمد طبيب، عاش الملك.